ودي بقى كده نجرب بقى المشغل اللي احنا عملناه ونسمي بالله. بسم الله. كل ما امشي في سكه تطلع في النهايه مقفله، نفسي مره الدنيا تظبط لحساباتي مشنكله، للحياه دايما معايا معندلي ومقفله، كل فتره اقول اب وهبقى اخر اباء، نفسي ترضى يا رب عني وابقى اخر من جاء، الحياه لي قفشه فيا كاني يعني جزء منها. سبع صنايع سابع سما ومحد السما عليا، ولا حظ بيضرب ولا بليات تلعب، ايه متكركبه فوق راسي بغمه وبغش ومية، واكلينها ولعة من الف صنعة، انا نفسي الاقي اللي يدلني على اول طلعة، ولا حظ بيضرب ولا بليات تلعب، شوفوا حد اوامير ايني يهلا الله ادعولي ده. كل حلمي يكون في ايدي فجأة بلاقيت سري، نفسي اقابل حلم واحد يبقى لسه فيه الرمى، يا ما خرمت في وداني ولسه مش لاقي الحلا، عندي غير الملتهاني والحياة متظبطة، كله راكب قطر حلم وانا اللي راكب شعبطة، كل ما اصبر مش بلاقي غير التعب والمرمطة. سبع صنايع سابع سما ومحد السما عليا، ولا حظ بيضرب ليه ولا باليد تلعب، ليه متكركبه فوق راسي بغبا وبغش ومية، واكلينها ولعة من الف صنعة، انا نفسي الاقي اللي يدلني على اول طلعة، النحس راكبني مش راضي يسيبني، شوفوا حد اوامير ايني يهلا الله ادعولي ده. من سابع سما ومحد السما عليا، ولا حد سيبني ولا باليد تلعب، ليه متكركبه فوق راسي بغبا وبغش ومية، سابع صنايع. بيبي شريف. نعم. تحفة، بس ليه كل ده راديو في الاخر؟ معرفش، انا قلت اعمل حسابي يمكن ياخدونا صورة كده او صورة كده، بصراحة بقى الشيف انا متوترة قوي. لا لا ما تتوتريش ولا حاجة، ده راديو، امال لو طالعة في التلفزيون هتعملي ايه؟ جمدي قلبك كده. مش عارفة، انا التوتر عمال يزيد عندي كل شوية، وبعدين انت مش هتغير رأيك وتيجي معايا؟ بصراحة انت عندك خبرة في الانترفيوز والميكروفونات والحاجات اللي زي دي. انت فاكرة ان خبرتي في الانترفيوز والميكروفونات دي حاجة عادي عادي بالساهل اديها لك كده، ده وهو حدولك بالمعلقة؟ ده علم يا ماما، علم ولقصول. وبعدين ما تقلقيش، المذيعة لطيفة وشكلها هتساعدك لو في حاجة، وفي الأول وفي الآخر ده راديو، يعني حتى لو غلطتي محدش هياخد باله. ما أنت قاعد زهقان وما بتعملش أي حاجة، وبتتفرج على التي في وما بتوصلش لحاجة برضه. حبيبتي عندي شغل كتير جدا والله، بكرة لازم أحضره ومش فاضي خالص، أنا آسف. يا سلام، وأنت هتخلص شغلك وأنت قاعد بتتفرج على التي في؟ أنت مش شايفة مش عاجبك الورق ده كله اللي قدامي واللابتوب المفتوح وكل الكلام ده؟ وبعدين انا راجل مقدم برامج مشهور، يعني قعدتي وفرجتي على التلفزيون في حد ذات نفسها ده شغلي. وبعدين انا ما فطرتش، محدش عمل لي فطار ولا شاي، يلا اتفضلي اعملي فطار وشاي يلا. فطار؟ انسى، ام سوري، بقالي ساعة عمال اقول لك بص على شكلي ومنظري، انا مش هدخل المطبخ، لو عايز تفطر خش المطبخ وحضره لنفسك، عن اذنك. كده. بيبي.
يا معلم بقول لك ايه، النت زي الفل وقاعد جاهز لك وقدامنا وقت لغايه الصبح. لا بس الرهان هيبقى حاجه تانية خالص. ماشي، لا هي نزل دلوقتي مش هترجع قبل 3 4 ساعات. قدامنا وقت. يلا ده انت هتشيل شيل. يلا باي، ابدا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها وصلت العيال؟ وصلتهم، انا هسيبهم في نص السكه وارجع. الحمد لله اطمني، دخلوا المدرسه ما تقلقيش عليهم، مفيش عيل هرب ولا حاجه. لا انا مطمنه على فكره، انا عيالي ما هربوش من المدرسه ابدا. عادي يعني، ما تسيبيهم ياخدوا خبره الحياه، ايه المشكله لو عيل هرب؟ نعم انت بتهزر صح؟ انت اكيد بتهزر. انت عايز ولادنا يهربوا من المدرسه؟ عادي، بابوهم كان بيهرب. وكنت بتروح فين بقى ان شاء الله؟ كنا بنسميها بتكت من المدرسه. احيانا كنا نروح نقعد على القهوه، واحيانا تانية كنا كنت نروح نلعب كوره، واحيانا كنا نقعد نلفلف في الشوارع كده زي العبط، نروح جنينه الحيوانات، القناطر، ولما كبرنا بقى كنا بنروح نعلق بنات من مدرسه البنات اللي جنبينا ونمشي معاهم. يا راجل ده انت طلعت روميو بقى. ولا زلت، عشان تبقي فاهم، ولا زلت معاكي انت يا جولييتا حياتي. عارف بقى لو عرفت ان في جولييت في حياتها غيري انا هعمل فيك ايه؟ هو انا فاضي هروش؟ ده انا واخد النهارده اجازه بالعافيه. يا انت لو كنت فاضي كنت بقى واخد بس 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 بس. صلى على النبي صلى على النبي، بلاش وصلت النكد دي على الصبح. الحياه فيها حاجات كتيره جدا اهم من النكد. ايه رايك نحمل فيلم رومانسي كده ونقعد نتفرج عليه انا وانت بروقان بعد ما نخلص فطار؟ ماشي حياتي حبيبتي يا لولو، والله خد افطر يا عم. شكرا. معلش يا زوزو، خلي دريه معاكي النهارده بس، عشان انا عندي فيديو كونفرنس مهم جدا مع مسؤول في الاداره، محدش عارف ان انا في البيت، وبعدين خايفه تتحرك كده ولا تعمل اي حاجه وتبوظ كل الترتيبات اللي انا عاملاها. دريه انت كنت بتفكري في ايه وانت بتسميها؟ مامتك؟ لا يا زوزو، دي بتاعه واحده صاحبتي وهي سافرت اسبوعين وسابتها معايا. بصي دي الحاجه بتاعتها، فيها البطانيه والشاور جيل المخصوص بتاعها، وهتلاقي كمان فيه الاكل والشرب واللعب بتاعتها. وحياتي يا زوزو بيلعبي معاها عشان هي بتزهق بسرعه. طب مش عايزاني اجيب لها حد يعمل لها مساج بالمره؟ مش للدرجه دي يا زوزو، يبقى انت اعملي لها وخلاص. بس وحياتي خلي بالك لحسن جلدها حساس جدا. يا حرام. انا هقوم اكمل بقى اظبط الدنيا. زوزو خلي بالك منها. ما تخافيش في عيني. ايوه يا ابني، شو قلت لك يا ابني هتشيل مني وخليك تزعل جامد؟ ماشي نلعب ماتش كمان بس ما تعادش مني انت بس. يلا ماشي يا ابني، انتوا كلكم زباين عندي يا ابني. يلا ماشي، يلا سلام سلام. يا مصطفى مصطفى تعالى عشان اوريك الفيلم اللي هنتفرج عليه. ايه ده، الله انت جايب لي ورده؟ ميرسي يا حبيبي على الورده، ده انت طلعت رامي بجد. امال انت لسه شفتي حاجه؟ يلا فرجينا على الفيلم. طب ايه، هو انت هتفضل ماسك الورده ولا هتديها لي ولا ايه بالظبط؟ ده انت عينك فيها، انت كل حاجه تشبطي كده. امسكي. شكرا. دي الورده البلاستيك اللي في الفازه المكسوره جوه صح؟ هي قلت اجيبها تعمل لنا جو رومانسي وكده يعني. يلا اي حاجه والسلام. بص بقى هنتفرج على الفيلم ده، بريف هارت. بريف هارت ده فيلم رومانسي؟ ده فيلم كله تقطيع وذبح وشنق وانا بيجي لي كوابيس بالليل. يا حبيبي بس في حته رومانتك فظيعه، وبعدين شايف ميل جيبسون حلو ازاي وامور ازاي؟ ميل جيبسون حلو وامور؟ انت بتتفرجي على الفيلم علشان ميل جيبسون حلو وامور وانا اقعد جنب منك زي كيس الاريال مش كده؟ عشان لما اتفرج على هيفا ما تفتحيش بقك معايا. طب انا بتفرج على ميل جيبسون عشان حلو وامور واتوحم عليه والعيال يطلعوا حلوين زيه، انما انت بتتفرج على هيفا عشان عينك زايغه. ما تغيريش الموضوع، وبعدين ميل جيبسون ايه ده، مشخبط على وشه طول الفيلم وشكله مش باين. لا فيك مشاهد كتير بيبقى طالع غسل وشه. يا عادل ان انت فصل، شوف الراوتر كده يمكن السلك اتهز ولا حاجه. من عينيا. تسلم عينيك يا حبيبي. ده الاسلاك زي ما هي، اكيد العيب عندهم في الشركه يعني. طب اديني الرقم بتاع الشركه خلينا اتصل بيه. وعلى ايه الرقم بس؟ ما انا عارف اللي هيعملوه كويس.
هنفصل الراوتر 5 ثواني اهو ونرجعه تاني. شوفي كده النت رجع. لا لسه مفصول. بتبطل فلسفه بقى يا عادل واديني الرقم هتخلينا اتصل بالشركه. يا ستي والله العظيم هما جملتين انا شخصيا حافظهم صم. شوفي يا ستي الجمله الاولى هيقول لك ايه؟ احنا هنفصل الراوتر 5 ثواني وبعدين نرجعه تاني النت هيرجع. الجمله الثانيه ايه بقى؟ لا يا استاذ الراوتر بايظ لازم يتغير بواحد جديد. ما بيطلعوش نفسهم غلطانين ابدا. انت هتفضل تقفلها في وشي كده؟ طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ سيبهولي بس وانا هظبطه. صباح الخير يا فندم، انا جاهزه للميتنج. انا مبسوط جدا بشغلك يا انجي في الفتره الاخيره، ومبسوط بالتزامك وانضباطك. كده صلحناك وظبطناك وروقناك ومالكش حجه بقى تشتغل يا زوزة. نعم يا حبيبي. شوفي انا ظبطت الراوتر خليته احسن من الاول. ظبطته؟ لا لسه فاصل. الله، امال انا سايباك ربع ساعه بتعمل ايه؟ يبقى المشكله مش في الراوتر، مع اني فكيته حته حته. فكيته حته حته، يبقى مفيش امل في الراوتر ده تاني. لا 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 خلاص انا عرفت ايه الحكايه وهظبطها. عادل اتصل بالشركة أحسن. يا ستي مش هتصل بالشركة، بيرهنوني ساعة على مزيكا عبال ما يردوا. اديني 10 دقايق وهتشوف العجب. ايوه يا ابني خلاص يا حبيبي، عرفنا انك كسبت بقى، ما تقعدش تحنجل لي وتتنطط لي وتعمل لي شغل العيال ده، اكبر بقى. وبعدين انت بتخم على فكره. والله العظيم مختار ملعب ضيق، وانت عارف ان لعيبتي بتحب تلعب في الملاعب المفتوحه الواسعه عشان تعرف تقاسي وترقص وانت فاهم كده كويس. بص 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 بص، هنلعب ماتش ثالث واخير وفاصل وحاسم وعلى كله، واللي يكسب ده هو اللي يكسب الرهان. ماشي يلا بقابلني. يلا العظيم لما تشتري فيلم واتفرجت عليك اللي يسوى اللي ما يسواش، هاخد النتيجه سكرين شوت وازل اهلك بيها قصاد الناس كلها. يلا يا رب. بسم الله. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا ربيع؟ فيش والله يا عادل، بيها اهو بنسلي وقتنا. والله برافو عليك. طب دي اتعلمتها ازاي وامتى؟ ده شعبان البواب اللي في العماره اللي جنبينا هو اللي علمها لي، قال لي دي لعبه جديده اسمها شطرنج. الله، طب وانت ليه حاطط العساكر كلها في جبهه وبقيه القطع في الجبهه الثانيه؟ احكي لك انا عن ايه. اصل شعبان قال لي انت اول مره تلعب اللعبه دي يا ربيع، قلت له انت عرفت منين؟ قال لي يبقى انت كده جيشك مبتدئ. قلت له والله كلامك حكم. قال لي خلاص يبقى انت جيشك كله يبقى عساكر، وتستنى بقى لغايه لما يترقوا، فيبقى معايا بقى الملك والوزير وباقي الحتت. يعني هو اداك العساكر وخد هو بقى الملك والوزير وبقيه القطع كلها؟ بس هو بيلعب بقاله سنين، فعساكره اترقوا اهو وخدوا مناصب كبيره بسم الله ما شاء الله عليهم. يا سلام. طب وانت بقى عساكرك هتترقى امتى ان شاء الله؟ اديني مستني حركه الترقيات الجديده. ادعي لي عادل بيه. بص انسى خالص الكلام اللي قاله لك شعبان ده، ده شافك عبيط فاستغفلك. شافنا انا عبيط؟ ده احنا مسمينه شعبان الضغف. اهو الضغف ده استعبطك. المهم سيبك من موضوع الشطرنج ده، هحله معاك بعدين سوا. يعني عايزك في موضوع تاني خالص. النت عندي فيه مشكله. الموبايل داتا ولا الليسي دي مان؟ ما تسالش اي سؤال وسيبني انا اتكلم. انا عندي مشكله في النت، عايزك توريني الكابينه اللي طالع منها اسلاك التليفونات بتاعه العماره كلها. ممكن توريني هي فين؟ ده لو تعرف مكانها من اصله. عيب يا عادل البيت تقول لي كلام زي ده، انت كده بتغلط فيا وفي امكانياتي كبواب، عارف كل شبر هنا في المنطقه في الغباره. قوم معايا. يلا. قوم معايا ندور على مكان الكابينه. قدامي يلا. فاضل دقيقة والماتش يخلص والواد مغلوب 6-0 وهيتعمل عليه حفلات هتطلع من دماغه. ده انت هيتسف عليك سف يالا ما شفتوش قبل كده. يلا صفر بقى عم الحكم بقى، اخلص بقى، انهي الماتش ده واعلن فوزي بقى ونخلص بقى. ارفع دي كده. يا لهوي. خد خد خد
اعمل ايه؟ هقول لك اقطع ربيع تقطع خلاص؟ ماشي ماشي. وهنعد 1 2 3 خلاص؟ ماشي. من هنا اللي هتعد. انا هعد من هنا. ماشي. 1 2 3 علشان كده عندي ليكي خبر سعيد جدا. ايه ده؟ انت وقفت ليه؟ لا 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 ما تقولش ان انت وقفت دلوقتي. مش ممكن، مش وقتك خالص ارجوك. لا 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 مش وقتك. ايه دي الحظ؟ مش ممكن. ايه؟ ايه؟ ايه اللي حصل؟ نت قال لي يفصل دلوقتي. يا نهار اسود ومنيل، ده وقته. الحق يا مصطفى، النت فصل وكل اللي حملناه راح. احسن، ده فيلم نحس اساسا. بس غريبه، النت عندنا بقاله فتره كويس جدا وعمره ما قطع. اشمعنى قطع في الفيلم اللي انا اخترته يعني؟ الاعمال بالنيات يا حبيبتي، بيخلي ميل جيبسون ينفعك. انا هتفرج على لميس الحديدي. احنا عملنا مصيبه يا ربيع. احنا انا ما عملتش حاجه، انت بتلبسني تهمه. انت اللي قعدت تلعب في السلوك لحد ما قطعت السلوك التليفون الارضي. يا سلام، ما انت كنت معايا وانت اللي وديتني للكابينه. حد قال لك توديني؟ يعني انت شريكي في الجريمه دي؟ ايوه صح، انا كده شريكك في الكابينه. قصدي شريكك في الجريمه. طب الحل ايه دلوقتي؟ عادل بيه دلوقتي النت والتليفونات كلها مش هتشتغل عند اي حد في العماره. روح شوف لنا اي حد يصلح لنا العك اللي احنا عكيناه ده، وانا هقعد في شقتي عشان ما حدش يشك فينا. العك اللي احنا عكيناه؟ عك ايوه احنا اللي عكيناه. انا كمال انا ومال الشغلانه دي. زوزو زوزو الحقيني الحقيني. في ايه يا عادل؟ شكلك عملت مصيبة. ايوه عملت مصيبة، قطعت سلوك تليفونات العمارة كلها. ليه كده بس يا عادل؟ ما انا قلت لك 100 مرة بلاش تمد ايدك في حاجة ما بتفهمش فيها. الحاجة بتبقى بايظة وانت بتبوظها اكتر، وبنقعد احنا بقى متسوحين. اطمني انا اتصرفت. انا بقى ما بقلقش من اي حاجة في الدنيا غير كلمة اتصرفت دي. اتصرفت عملت ايه؟ نزلت خليت ربيع يجيب واحد من اللي بيحلوا المشاكل دي كلها يعيش مع نفسه بقى ويحل لنا المشكله. بقى انت يوم ما تتصرف تقول لربيع يجيب لك راجل يحل المشكله بس. احنا كده بقى ضمننا ان احنا ما عندناش نت لمده شهر قدام. طيب 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 يا زوزو الحقيني بسرعه. في ايه؟ مالك؟ هاتي الباسورد بتاع الواي فاي بتاعك عشان عايزاه ضروري ضروري جدا. انت عشمانه قوي يا حبيبتي. خلاص اطمني، احنا ما عندناش نت لمده شهر قدام. اصل عادل جوزي بذكائه بقى نزلت علشان اشوف ايه المشكله العويصه دي، وبعدين بعت ربيع بقى يجيب حد متخصص يحل لنا المشكله دي كلنا. يا دي النحس، ده المدير كان لسه بيقول لي انه عنده خبر حلو عشاني. معلش ما تقلقيش، ان شاء الله النت هيجي. بس بقول لك ايه، تعالي معايا نشوف دريه احسن بردانه، وانا مش عارفه اتصرف معاها لوحدي. لا يا زوزو، دريه ايه، خليها معاكي. انا هروح عند صاحبتي اكمل كلام مع المدير من عندها. باي باي بقى. باي باي. طب مش كانت تاخد دريه معاها تغير جو؟ باشمهندس باشمهندس، ها شفت السلوك والكابينه؟ دي محتاجه ناس بتوع تليفونات، انا ماليش علاقه بالمشكله دي. يخرب بيت اللي قال لكم تتفلسفوا وتحطوا ايديكم في اللي ما تفهموش فيه. طب يعني لو مؤاخذه يعني ما تحلها انت، وبعدين ما انت كاتب على المحل بتاعك خبير في تصليح مشاكل النت والتليفونات. يا ابني ده خط تليفونات عمومي، يعني تركبوا رجليكم كده وتروحوا للسنترال وتقولوا لهم لو سمحتوا تعالوا صلحوا اللي احنا بوظناه وهببناه. سلام عليكم. لا سلام عليكم ايه والنبي يا باشمهندس، انا بس ده عادل بيها علقني، انت ما تعرفوش. وبعدين بقى انا هقول لك على حاجه انت ما تعرفهاش. اتفضل. الناس في العمار هنا ناس كبار وذوقوا ايديهم فرطه، وهيشوفوك اصلا بمصنعيه حلوه. ومصحف الشريف اقسم بالله. طب بقول لك ايه، طلعني اوان بقى لعادل بيه ده وحيد ابوه عشان اربط معاه المصلحه واشوف هقفش منه ازاي، وانا هقبجك. هقفش وهقبجك؟ لا يا عم الاستاكه اللي انت فيها بس. ماشي يلا بينا يا باشمهندس. يلا بينا يلا بينا. اتفضل يا باشمهندس اتفضل. كل شويه جرس جرس، انا مش فاهم، مش عارف اكمل الجورنال في يومنا ده. انا قاعد في عياده ولا في بيت؟ انا مش فاهم انا. اتفضل اتفضل اتفضل. مين ده؟ مين ده يا ربيع؟ مين ده؟ ده الجدع اللي هيصلح الراوتر.
يا ابني انا قلت لك شد لي عيل من السايبر رايح تجيب لي مدير شركه. يا باشا انا العيل اللي هيصلح الراوتر. لا 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 العفو العفو، ما تقولش كده على نفسك يا راجل. احب اعرفك بنفسي، مدحت عبد العظيم الشهير بالمخترع الصغير. اهلا وسهلا باشمهندس مدحت. يا ريت بلاش تقول لي يا باشمهندس، قول لي يا ولا يا مدحت عادي يعني. لا 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 يا راجل يتقطع لساني والله. يا فندم خلي البساط احمدي. يعني انت مش مهندس؟ مش مهندس ايه يا باشا؟ ده انا واخد الاعداديه في 8 سنين. الله، امال عامل في نفسك كده ليه؟ هو انا يعني عشان عامل بسيط لازم انبهدل في هدومي؟ لا مش قصدي، بس مش لدرجه البدله والكرفطه ويعني. اصل انا جاي دلوقتي من فرح بنت اختي، لكن لو ده مضايق سعادتك فانا هقرع لك البدله خالص، مفيش اي مشاكل. لا لا وادي الكرافطه اللي عندك خلاص، وادي الزراير بتاعت القميص. لا خلاص لو تحب اقلع لسيادتك البنطلون بعد كده. لا 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 مش معقول يا فندم يعني. لا خلاص وزقتونا هنا ولا ايه؟ لا اتفضل 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 يا باشمهندس. اتفضل متشكرين. متشكرين يا فندم. متشكرين. معقول تعالى هنا، انت رايح فين؟ يا باشا ما انت قلت اتفضلوا. انا قلت اتفضل يا باشمهندس. انت مش مهندس؟ لا انا مدير الامن، انا مش مهندس انا. طيب يا مدير الامن روح اتفضل اقعد معزز مكرم على الدكه بتاعتك، ولما نعوزك هنتصل بيك. ولا اقول لك روح شوف هل نزلت حركه ترقيات العساكر بتاعه الشطرنج ولا لسه. ايوه صح. يلا يا شطور يلا. اتفضلي يا ساره. ميرسي منوره. طبعا يا سارة انا مبسوطه بجد انك وافقتي انك تيجي معايا النهارده. ميرسي يا ناس، انا اللي مبسوطه قوي، انا اللي فرحانه ان لسه في مذيعين بيهتموا بمجال الفاشن. طيب قوليلي هو شريف ما جاش معاكي ليه؟ شريف؟ اه شريف عنده شغل ضروري فعشان كده معرفش يجي. ربنا يكون في عونه. عموما احنا نعمل معاه مداخله في وسط الحلقه برضو عشان نعرف الجمهور انك مراته. ليه بقى؟ هو انت مستضيفاني عشان مجال الفاشن ولا مستضفاني عشان تعرفي الناس ان انا مرات شريف؟ لا والله ما تفهمنيش غلط. بصي عموما انا هقدم اللينك الاولاني ده، هو هياخد 10 دقايق بعد كده هنبتدي اللقاء معاكي. اوكي اتفضل اتفضل يا باشمهندس. شكرا. بس ارجوك يعني انا ليا طلب صغير، لو المدام او اي حد من السكان سالك ما تقولش ان انا السبب في الموضوع ده. ما فيش مشكله، بس احنا لازم نقعد في الاول ونتفق على شويه حاجات عشان الموضوع مش بسيط زي ما انتوا فاهمين. تحت امرك وامرني باي حاجه يعني. انا قلت للبواب اللي تحت ان مشكله الكابينه دي محتاجه سنترال. انا ممكن اكلمهم عادي، بس عم الشوكه تروح لهم ويبحثوها ويبعتوا حد يكون بيفهم. الموضوع مش هياخد اقل من 3 ل 4 ايام عشان موضوع السنترال ده مش تخصصي يعني. اما انت يعني مش تخصصك ومحتاجين واحد بيفهم. انت بتعمل ايه هنا وداخل عليا بتقالط قوي؟ يا سلام ونتنك قوي ونتفق والله الاول، وانت مش هتعرف تتنين تحل اي حاجه. اسمع بس يا حاج، انا هرش من البواب ان انتوا عندكم مشكله في النت قبل ما تقطع السلوك، فدي بقى اعتبرها قضيت. حط في بطنك شادر بطيخ. طب والبلوة اللي عندنا دي؟ انا بقى ليا واحد صاحبي شغال في السنترال، انما ايه كفاءه، تدي له اي حاجه في ايده تلاقيه شرخ وعدى على طول. بس هو في بس مشكله صغيره. يا دي ام المشاكل اللي على الصبح، اصدمني اصعقني، ما هو يوم باين من اوله. ما تقلقش دي مشكله صغيره قد كده، هو بس حرق شويه. مش فاهم يعني ايه حرق. يعني بيعور، الطلعه بتاعته من ابو مناخير مقطوشه. مين ابو مناخير مقطوشه؟ يا حاج عادل ركز معايا شويه، الراجل ده عشان يشتغل لازم تنقطه الاول، والنقطه بتاعته ورقه البرنس ابو مناخير طايره. الله، انت ليه محسسني انك هتجيب لي رقاصه مش صنايعي؟ يا ابني اتكلم كلام واضح افهم افهم. ابو مناخير طايره يعني ابو الهول اللي على ورقه اموميه. حاضر، اكلم بقى الواد يجي يشتغل ولا تعيش انت مع السنترال واجي لك كمان اسبوع احل لك مشكلتك؟ لا خلاص وامر الى الله، كلمه. بس بقول لك ايه، يصلح السلوك كلها ويرجع الدنيا زي ما كانت، والا مش هدفع اي مليم. عيب يا حاج عادل، هو انا اول مره اشوفك النهارده؟ ده انا بنهورك برقبتي. ابو ليلى حبيبي يا غالي، بقول لك ايه، سيب اللي في ايدك بسرعه وتعالى لي على العنوان التالي. عندي ليك مصلحه لوز. ماشي. انا بكره الجروبات دي، عمالين يبعتوا صور وفيديوهات وعمالين ياخدوا من الباقه. يا مصطفى والنبي اتصرف وشوف موضوع النت ده. انا اتصلت بشركه النت النهارده الصبح قالوا لي العطل مش من عندهم. لا مش ممكن، هيجننوني. عمالين يرغوا في كلام ملوش اي لازمه، بيتكلموا في الثانويه العامه والولاد لسه اصلا في حضانه. يا ايام الثانويه العامه،
فكرتيني بزمن التعليم الجميل. الله يرحم ايامك يا اشرف. اشرف مين؟ اشرف صاحبي، كان زميلي في الثانويه العامه، كان اذكى واحد في شلتنا. اقعدي اقعدي احكي لك حكايه حلوه قوي علينا. احنا كنا شله واحده كده في الثانويه العامه، وكان دايما يجي لنا سؤال ملوش 30 لازمه كل سنه في ماده الانجليزي، يقول لنا اكتب رساله لصديقك الفرنساوي قول له تعالى زور مصر. تخيلي اشرف كتب ايه؟ ماليش اصدقاء فرنساويين. قلنا له يا ابني غلط، هو ما بيسالكش بشكل شخصي، هو بيسال الدفعه كلها. ما صدقناش واصر ان هي دي الاجابه النموذجيه، سقط طبعا. ما انا عشان كده مش مستغربه ذكائك اللي بتتحفني بيه كل يوم. تدور على اشكالها تقع ازاي بقى؟ ده احنا كنا شله من العباقره، بس للاسف ما لقيناش اللي يرعانا ويقدمنا للمجتمع بالشكل الصح. والمجتمع ده يستفاد ايه بقى من واحد زي اشرف ده؟ انت عارفه اشرف دوت بقى ايه دلوقتي؟ بقى اهم مدرس لغه انجليزيه في المعادي كلها، والطلاب بتقف عليه طوابير كده عشان يحجزوا. ده لو ازاي يعني؟ اقول لك انا ازاي. انت شفتي فيلم باتمان؟ ايه علاقه الحاجات اللي ملهاش لازمه ببعض اللي انت عمال تقولها لي دي؟ ازاي بقى، ده كله منفذ على بعضه. عارفه باتمان قبل ما يبقى باتمان كان بايت في ناحيه حته فين؟ في جنينه بيتهم. كان عيل صغير حلو كده ماشي في الجنينه بالليل لوحده، قام وقع في حفره كبيره، حصل عليه هجوم من الوطاويط، هجوم شرس من الوطاويط. الوطاويط قعدت تعضعض فيه وتنقر فيه، الواد اتخض عين امه وحصل له فوبيا وتعقد من الوطاويط. قرر ان يهزم خوفه، مش خوفه بتاع الهرم الكبير، لا لا، خوفه اللي هو خوفه الشخص يعني. ده طبعا قبل ما يدربه راس الغول. ايه اللي دخل محمود عبد العزيز بباتمان دلوقتي؟ لا مش راس الغول ده، راس الغول حاجه تانيه. اشرف بقى كان قاعد بيتفرج على الفيلم ده وخد منه العبره، وقرر ان هو يهزم خوفه، وعمل اجابه نموذجيه للسؤال دوت، ومحدش يزاوله فيه تاني ابدا، حتى لو بعتوا له وقالوا له ابعت رساله لصديقك كائن الفضاء هيعرف يحل. مصطفى انت بتشتغلني صح؟ ابدا، ده انا بملى بس. بقول لك ايه؟ ساكت خالص وما تحكيليش اي حاجه عن قصصك انت واصحابك متخلفين عقليا دول. حقك عليا، انا كنت بديلك عصاره خبرتي في الحياه عشان اخرم لك دماغي، كنت بتزهقي مني وتسيبين. يا نهار اسود، البقعه هتخلص يا مصطفى، انزل شوف حل في موضوع النت ده. بس كده؟ ثانيه واحده اروح اشوف ايه حوار النت ده عند شريف، ما هو شريف برضه اكيد متاثر في ال. ايوه ايوه ايوه، مين؟ عم ايوه، ساره هنا؟ وانت؟ لا، عندها معامله في الراديو وقالت تتاخر شويه. اشمعنى؟ حلو قوي، بس انا جيت اقعد معاك شويه، النت عندنا فاصل وعليا مبستفاني، وما صدقت اخلع منها. دي مشكله عموميه بقى، ده انا فاكر انها عندي هنا بس، وبدات اشك في الراوتر وشركه النت. مفيش حراره. يعني النت كده هيقعد فاصل يومين على الاقل. حلو قوي، يبقى نلعب ماتش بلاي ستيشن لحد ما عليا تنام او تنسى. ماشي، هتلعب بمين؟ العب بالريال. وانا برشلونه. انت اصلك مش فاهم ايه اللي حصل لي النهارده. النت فصل في وقت غبي، قاعد العب واحد صاحبي اونلاين، وقبل ما الماتش يخلص بثانيه كنت مقطعه، النت فصل، وطبعا كده بان ان انا سحبته وكسب هو الماتش. يا ابني عادي بتحصل، يبقى لعبوا ماتش تاني بعدين. ماتش تاني بعدين ايه؟ احنا كنا مترهنين على حاجه جامده جدا. الرهان ده لو على غدا انا راشق معاك فيه. اقول لهم ابن عمتي ابن خالتي، المهم اجي اكل معاك. يا ريته كان غدا، يا ريته كانت تبقى ملمومه، انما الموضوع وسع مننا قوي. ايه ده، انت كده بدات تقلقني. هو الرهان كان على ايه بالظبط؟ اتراهنا على ان اللي يخسر الماتش ده هيلبس فستان مراته بتاع الفرح بتاعها، ويتصور صوره وينزل الصوره على السوشيال ميديا. طب هو هيجي على قدك؟ هي دي المشكله يا مصطفى، يجي على قدي ولا يجيش على قدي؟ ايوه بس هيبقى شكلك عسل والله يا شريف لو عملت كده. طب هو الفستان والطرحه ولا من غير الطرحه؟ اوعى الروج يا شريف، بلاش الروج. لا انا مش ناقص غباوتك. قوم امشي يا مصطفى، قوم امشي، مفيش نت، يلا قوم امشي. اقعد شويه، اقعد شويه. اسكت اسكت اسكت، ساره مراتي بتتكلم وانا قايل لها ان انا عندي شغل هنا وقاعد. اسكت خالص، ما تتكلمش خالص. لا انا مش هنا. اسكت اسكت. الو، يا ساره. لا انا فاتح الراديو اهو مستنيك يا حبيبتي عشان تطلعي بقى واسمعك. مالها المذيع؟ مع انها كانت لطيفه جدا معايا. طب معلش، لا خليكي واثقه في نفسك كده وجمدي قلبك وقولي، ما تقلقيش من حاجه. ماشي، عامله لي مفاجاه. ارحمني، ده انا ليلي طال، شوفني جمال على قد الحال، يعوض صبر اللي طال عم. تحب بقى سيمون في مين ولا باتون سليم على الشاي؟ يا ريت الاثنين والنبي، ولو صباعين في عيش يبقى فل الفل. أوي 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 أوي، أنت مش هتشوف أبو ليلى وهو بيشتغل بيصلح الكابلات؟ لا، ده أنا مرتاح على الكرسي ده والكرسي مرتاح معايا، هو عارف شغله وما يخلص هيكلمني، أنا بس عايز أبص بس على الراوتر اللي عندك. عندك هناك؟ يا حاج، لسه حد بيركب الحاجات دي؟ دي خلاص عفى عليها الزمن. ده انا لو منك اخرمه لمؤاخذه واعمله حصاله احط فيها الفكه. بس اسمع،
انت ابن حلال، في راوتر جديد لسه نازل البلد، انا هديلك اول واحد، وخلي بالك انا ما بديهوش غير للي غاليين بس. غاليين ايه؟ انا لسه عارفك من ساعه واحده. هي الغلاوه الوقت يا راجل يا طيب. اسمع، الراوتر اللي هديهولك ده فوق الفوق بفوقين ثلاثه. فوق الفوق بفوقين ثلاثه؟ انت حاوي يا ابني، انا مش فاهم منك اي حاجه. انت يعني الراوتر ده فيه ايه زياده عن اي راوتر احنا عارفينه في الدنيا؟ هيزود السرعه مثلا؟ اللهم صل على النبي. شوف انا ما اتكلمتش اهو، انت اللي قلتها وبلسانك. انت راجل مبروك. مبروك مين؟ السرعه دي انت مش بتتفق مع الشركه عليها من الاول خالص؟ ما هو عشان كده الراوتر ده عدى اللي ما عداش وسبق اللي ما يتسبقش، بيديك فوق سرعتك سرعه زياده. ولا انا حاسك نصاب يالا من ساعه ما جيت وانت بتشتغلني بتقول لي كلام غريب مش فاهم منه اي حاجه. الله يسامحك يا حاج عادل، كل ده عشان عايز اديك حاجه اخر موديل ستيك وتبقى انت الوحيد اللي مركبه في البلد. انا شغال في السوق ما عنديش غير سمعتي ومش ممكن اضيعها. ماشي، نحل مشكله النت الاول وبعد كده نشوف مساله الراوتر بتاعك ده. استبينا، وعشان يبقى الكلام على نور وحاطين النقط فوق الحروف، لو هتشتري الراوتر ده هيبقى فيه مشكله صغيره. شفت، انا كنت حاسس من الاول انك حاطط لي السم في العسل. ده لا، مش زي ما انت فاهم، ده راوتر كفاءه وحاجه فوق الخيال. المشكله بحاجه تانية خالص، انه بس حرق شويه يعني بورقتين من ابو البنفسج. مين ابو البنفسج ده؟ يعني بورقتين ب200. قلت ايه؟ جون، شفت الجون ده؟ شفت الجون ده؟ مين اللي جابه؟ كريستيانو. لا انا اللي جبته يا حبيبي. ايوه بكريستيانو. يبقى اقول لك ايه، انا زهقت، هنزل نشوف استاذ عادل بقى نتسلى معاه شويه. وهو فرصه برضو ناخد رايه في حوار النت ده. اوعى يا مصطفى تجيب له سيره على موضوع النت، انت عارف انه بيخرب كل حاجه. ها، اوعى تدلق زي الجردل. لا عيب عليك، مش هجيب سيره. طب يلا يلا. استاذ عادل، كويس انك طلعت دلوقتي، احنا كنا لسه جايين لك انا ومصطفى عشان تشوف لنا حل في موضوع النت اللي فاصل في العماره ده. انا برضو اللي جردل. في مشكله عموميه في النت في العماره، بس انا شغال دلوقتي على حل المشكله دي. طب معاكم مدحت الخبير التكنولوجي، مش عايزكم تقلقوا خالص، الموضوع كله تحت سيطرتي. خبير تكنولوجي؟ انا اول مره اسمع المسمى الوظيفي ده، ومش شايف سعادتك ان سنك صغير على موضوع خبير ده. الاستاذ مدحت صاحب سلسله مطاعم، سلسله محلات تصليح الموبايلات ومشاكل النت. ربيع بعتهن عشان يطلعنا من العك اللي احنا فيه ده. ربيع، اهلا وسهلا. وبصفه حضرتك خبير يعني في الموضوع ده، تفتكر النت هيرجع امتى؟ يرجع منين؟ هو اللي يرجع منين؟ هو مسافر؟ النت يرجع ماشي، اهو ان شاء الله مسيره يرجع والغايب حجته معاه.